معنى الرضا. إن الرضا هو شعور إيماني وإيجابي، فالإنسان الذي يشعر بالرضا في حياته ليس هو شخصا سلبيا يقول ليس في الإمكان أفضل مما كان، ولكنه شخص إيجابي ومجتهد. وأيضا الرضا هو شعور لقلب هادئ ونفس هادئة، وهذه التركيبة التي تجمع الشعور الإيماني والإيجابي والهادئ في الإنسان تعبر عن قبول هذه الحياة التي يقدمها الله لنا، الحياة التي يقدمها الله لكل شخص فينا، وتعبر أيضا عن فرح الإنسان بكل ما يقدمه الله له. إن أهم ما في حياة الرضا هو الإحساس الدائم بالحضرة الإلهية، بمعنى أن يكون الله حاضراً